احنا لسه معانا 13 دقيقة، لو حد حابب يسأل سؤال، تعليق، أي حاجة يعني أنا متاح. اتفضل شو احمد. السلام عليكم يا باشمهندس. وعليكم السلام ورحمة الله. الموضوع النهارده هيكون عن ايه؟ زي ما باين هو هيبقى عن الجزء بتاع decision making، او بشكل ادق سوري سوري ما خدتش جزء. بالي، نعم، بقول لك سوري ما خدتش بالي من العنوان مكتوب. لا لا، ولا هو يعني هنغطي جزء النهارده من يعني هو اتخذ القرار لي كذا كومبوننت، يعني النهارده ان شاء الله تمام هنغطي جزء، على اساس ان المره الجايه نغطي جزء تاني، يعني ستيل في اجزاء تانية، بس يعني نظريا كده الى حد ما لمسنا الفكره بشكل جيد. تمام يعني اتخاذ القرار بالنسبة للكارير وكده يعني، ولا بالنسبة في الحياة عموما؟ بشكل عام، وبعد كده ممكن نسقط على الكارير لو عايز، مش مشكله يعني لو كده عندك بعد كده تمام سؤال او عاوز تسقط بشكل ما، مفيش مشكله. تمام طب استاذن حضرتك يعني، لو ما فيش حد عنده اسئله يعني، ممكن يعني ابدا اتكلم معاك في حاجات كده يعني بالنسبه للكارير تبعي. اتفضل. انا حضرتك مهندس مدني خريج 2020، وبفاضل يعني ان انا عاوز اعمل ماستر في الديجيتال انجينيرينج، فراي حضرتك ايه في خطوه زي ديت؟ طبعا انت حضرتك عارف ان بالنسبه للفريش بيبقى لسه طالع كده يعني، مش فاهم ملامح السوق او كده يعني، لسه على المتريك الصورة عندي مش واضحة قوي. ايه المحتوى بتاع الديجيتال ماستر بتاع الديجيتال انجينيرنج؟ المحتوى اللي انا شفته في المانيا في جامعة باي هاوس، تمام، بيدينا اكتر، بيكون مركز اكتر فوكس على السوفت وير، بحيث ان انا اطلع اكون مهندس يعني سوفت وير، اخدم على البرامج الهندسية، وهيدينا انترودكشن على الماشين ليرنينج. انت هيكلمك عن ماشين ليرنينج، انترودكشن بسيطة. انت يعني ايه انتروداكشن بسيطة برضو؟ الانترودكشن بسيطة يعني تقريبا يعني حاجة بسيطة يعني، أنا لما دخلت شفته هو مش موضح قوي في الماستر، هو مدة الماستر ده سنتين، جميل. تمام، هو تقريبا يعني اللي هو مركزين هم قوي على السوفت وير. لو حضرتك أنت عارف التراك السيفل انجينيرنج انفورماتكس اللي بتقدمه الاي تي اي، تمام، حضرتك عندك خلفية عنه؟ تمام. الاي تي اي هقول لك حاجة أسهل من كده. ايه؟ هقول لك حاجة أسهل من كده. ابعت لي الكريكلم بتاعهم، يعني أنت المفروض الموقع بتاع الجامعة ده أيا كان بيحط الكريكلم اللي هو يعني القائمة بالكورسات والديسكريبشن بتاعت كل كورس عبارة عن إيه. ابعتها لي خد وأبص بالفعل، عليها انا بعد دلوقتي كده. نعم؟ بالفعل دلوقتي انا باخده لك كوبي واحط لك اللينك بتاع البروجرام نفسه. مفيش مشكلة، ابعتها ونبص عليها مع بعض. طبعا انا ما اعرفش الجامعة دي نفسها مستواها ايه او الكريدنشال بتاعتها ايه، يعني خلي بالك برضو يعني هتواجهك مشكلة صغيرة في الحتة دي، ان جامعة يعني مثلا حاجة زي جامعة القاهرة مثلا، الجامعة الأمريكية، كلام من ده، مستواها مش قليل يعني، بالعكس يعني في جامعات بره يعني من الناس بتروح، يعني ناس تقول لك انا عاوز تمام جامعة عارف ايه من اسبانيا ولا ايه من المانيا، مع ان الجامعات دي اصلا مستواها اقل من جامعة القاهرة، بس الناس بتروح، هم في النهايه عارفين في النهايه ان هم بيلعبوا على البراند ان احنا اوروبا. انت واخد ماسترز من اوروبا، انت هتعملها اونلاين صح؟ لا، هو انا كده يعني لو هفضل ان انا اعملها هناك يعني، هفضل ان انا اسافر المانيا او جميل، اسبانيا ماشي. او اي بس حاجه. يعني في كلتا الحالتين خلي بالك، يعني الموضوع بيبقى داخل فيه اكتر يعني سبوبات من الاخر، عشان انت برضه متخيل الفكره، مش شرط يعني، ممكن لا، ممكن تقول الجامعه الفلانيه دي، لما نيجي نبص مثلا على ترتيب مثلا شنغهاي او ايا كان الترتيب اللي عاوز تبص عليه بتاع الجامعات، هتلاقيها لا اقل بالقاهره بكتير. لما تبص مثلا على الكريكلم اقول لك ده تهريج مثلا، انت مش محتاج شهاده في الكلام ده.
يعني انت مثلا انك مثلا يعني برضو يعني انا متحفز، بس مش عاوز اعلق لما اشوف التوصيف بتاعهم ان هي فكره انك تاخد ماجستير عشان تتعلم برامج، دي برضو مريبه شويه. طب ليه يعمل ماجستير كامل عشان يحب برامج؟ الماجستير بتقول حاجه، صوتك بيقطع، بتقول حاجه؟ لا مع حضرتك اتفضل. تمام. ففكره ان انا اخد ماستر، يعني الماسترز يعني معناها ان في محتوى علمي بيتاخد، انت بتقول لي هو مركز على البرامج، فدي برضو غريبه. طب ما تاخد، لو هي برامج طب ما اخد وات ايفر كورسين مثلا من لو انا مثلا عاوز اشتغل مثلا برامج مثلا اوتو ديسك او بنتلي او ايا كان، انا ممكن اشتغل بالبرامج دي وهبقى سيرتيفايد من اوتو ديسك نفسها وبنتلي نفسها لو الموضوع برامج فقط. هو ممكن تقول لي لا، ده الماجستير ده هو هيخليني سيرتيفايد اوتوماتيك مثلا، انا ما اعرفش. فخلينا نبص على الكريكولم عشان يعني ما نديش يعني حكم سطحي، وبيزد على الكريكولم والله. انا بعت لحضرتك، نزلت دلوقتي على الشات. نزل دلوقتي على الشات، حاضر. الفكرة بقى في ايه؟ ان الشغل الماركتنج ده يعني بقى خلى الواحد مضلول، اللي هو لازم يدور ويشوف كويس، عشان لو انت فعلا زي ما انت قلت ان هما بيلعبوا على البراند ان احنا بايه بنفضل اوروبا، فبالتالي انا لازم برضه ابص على المحتوى وافهم الدنيا عشان ما اخدش بعد كده هتفاجئ مثلا ان احنا كان عندنا هنا في مصر بقى في جامعات محترمه كانت تتغطى احسن من المحتوى ده. ماشي. هو دلوقتي بيقول لك الديجري ماستر اوف ساينس 4 سمستر، هتدرس بالانجليزي، مستواك لازم يبقى B2 على الاقل، فاندمنتالز انستراكشن بيزك تكنيكال كونسبتس ديسيبلين اوف سيفل انجينيرنج اند ميديا ديبندنج اون بريفيوس نولج سبجكت اريا موديلنج سيميوليشن فاليديشن فيزواليزيشن اند داتا ساينس. ماشي، كلام عام، فين التفاصيل؟ application procedure bachelor's degree mechanical applied computer science degree case by case review. مش طيب، انا عاوز بقى الكورسات بتاعتك. curriculum ماشي، انت هتاخد 18 ساعة fundamentals، 18 ساعة modeling، 18 ساعة simulation validation، 18 ساعة visualization، 12 elective، 12 project، 24 master module. ايوه، فين بقى الكورسات؟ اوكي، بقول لك الفاندمنتالز هت include ال algorithm و data structures، applied mathematics and stochastics، Introduction to Mechanics, Advanced Numerical Mathematics, Software Engineering, Statistics, Structural Engineering Models, Object-Oriented Modeling, OOM, ماشي, and Programming in Engineering. كلام مقبول. دي الـ Fundamentals. بعد كده في الـ Modeling, Advanced Modeling Calculation, Macroscopic Transportation Modeling, Computer for Physical Process, Introduction to Optimization, مش عارف ايه, Spatial Information System, GIS. بعد كده في Simulation, الموديولز هتبقى Design and Interpretation, Extensive Finite Element, Linear FEM, Modeling of Steel, Non-Linear FEM, بس Modeling Simulation, مش عارف ايه. انا مش شايف، بس انا على فكره مش، ما كانش فيه الكلام اللي اتقال، ما كانش فيه ماشين ليرنينج، بس ماشي. يعني ممكن نتكلم يعني في النهايه ال applied stochastics ممكن يعني نعتبر ان هو هيقول فيها ماشين ليرنينج، عسى ان هي في النهايه اللي هي الماشين ليرنينج هي جزء من الاستاتستيكال ليرنينج، فممكن يعني نمشيها في الحته دي. بس يعني الكلام ممكن نقول مبدئيا، بس في النهايه محتاجين نعرف الجامعه دي مين وشكلها ايه والكلام ده. يعني محتاج تخش انت بقى تشوف ال، بسم الله الرحيم، محتاج تشوف حاجتين، محتاج تشوف ترتيب الجامعه دي في ايه، يعني في الكريديبيليتي بتاعتها، يعني انت تعرف الجامعه دي، تعرف حد فيها ليها مستوى معين من الامباكت بتاعها في الامباكت فاكتور مثلا بتاع الريسيرش، بتاع ايه الكلام من ده، هل عندك المعلومات دي؟ بالنسبه لحد انا اعرف حد حاليا بيدرس، يعني بيدرس طيب، وتقييمه ايه ليها؟ فيها البرنامج ده، وده اول سنه ليه، يعتبر هيتخرج في 2022. تمام، ماشي. الجامعه دي جامعه باي هاوس، مش عارف حضرتك ممكن تكون عندك في انا وايه، انا ما بفهمش فيها كتير.
ايه؟ انا اوروبا ما اعرفش فيها كتير. الو، كنت بتقول مش موضحة، وكان في حتة بس اللي هو انتروداكشن. صوتك بيقطع يا باشمهندس. انا بقول لك اوروبا انا ما اعرفش عنها كتير، فما اقدرش افتي في اوروبا. تمام. طب بالنسبة، كان في ناس برضو يعني خدت ماستر برضو في ألمانيا، فكانت يعني بترجح ديت بالنسبة للديجيتال انجينيرنج، البرنامج ده من حيث ان هو بيكون ليه فرص عمل مناسبة بره. الكلام شكله يعني الكلام مبدئيا شكله حلو، يعني لما تبص على الكريكلام والموديولز اللي هيديها شكلها حلو، بس هي الفكره كلها مين يعني هتتدرس ازاي والكلام ده ومستوى الجامعه ايه. ان انا ممكن اقول لك يعني هديك يعني احسن حاجه في الدنيا، بس في النهايه دي كونتنت سيء جدا، بس هو العنوان حلو. فانت محتاج كذا حاجه، محتاج تعرف اول حاجه الجامعه دي مستواها ايه، تقييمها ايه، البرسبشن بتاع السوق بتاعها ايه. حاجه زي البرسبشن بتاع السوق دي مثلا بتعرفها ازاي؟ هو هم بيحطوا احصائيات، والله نسبه التشغيل عندنا كذا، يعني عندنا مثلا خريجين بتوعنا مثلا بيتعين منهم مثلا كذا في المية بعد التخرج على طول، وبيتعينوا كذا في السيكتور ده في المية، في كذا في المية في السيكتور ده، كذا في المية في السيكتور دي، احصائيات هتلاقيها بسهولة يعني. محتاج تعرف الترتيب بتاع الجامعة دي مستواها ايه. هتشوف والله هيقول لك والله البروفيسور اللي هيدرس كل كورس، فانت بسهولة جدا تخش على جوجل سكولر او تبص حتى على جوجل بشكل عام الراجل ده يعني مستواه ايه. شوف والله يعني هل هو واحد تعبان ضعيف ولا لا، واحد محترم قوي، كلام من ده. واخيرا يعني محتاج تبص على الكريكلم، وحد او حد يساعدك، ان غالبا انت مش هتعرف يعني قوي عشان انت لسه ما اتعلمتش الحاجات دي. حد يبص على الكريكلم نفسه ويقول لك والله الموديول ده بيقولوا هيدرسه كذا. لما تخش جوه الكريكلم يقول لك والله هندرس لك 1 2 3 4، هل 1 2 3 4 ده فعلا كافي؟ هو ده فعلا مطابق للتوصيف ولا لا؟ انا بس تمام. يعني انا ممكن الكلام يبدو معقد سنه، بس يعني انا بحب الناس تكون حريصه في الموضوع ده، لان للاسف يعني في سبوبات ونصبيات كتير في الحاجات دي. هي خلاص الناس يعني هو في النهاية الناس عاوزة تاخد أي شهادة تحسن من يعني السوق بتاعها ومش عارف إيه والكلام ده، وفي نفس الوقت يعني في نصب كتير بيحصل، يقول لك معهد كامبريدج مش عارف إيه، ففي النهاية هو بيتمسح في اسم اللي هي جامعة كامبريدج نفسها، جامعة كامبريدج، يقول لك ففي النهاية الناس اللي هي بتقدم وبتدفع فلوس في الآخر بياخدوا كواليتي سيئة جدا جدا. يعني لو كان خدها مثلا من القاهرة ولا عين شمس أو أيا كان، كان هياخد كواليتي أعلى من كده بكتير. فده جزء. الجزء التاني طبعا المهم، أنت هتدفع تسحب حلوين. نعم؟ هو لا، هو الماستر هناك يعني النظام الالماني ان هو انت هتحط تقريبا حوالي 8000 يورو، تمام؟ تمام، في البلوك. تمام، هيكون انت هتعمل اكونت بلوك وهتحط 8000 يورو، بالاضافه ان انت خلال سنتين بيكون طالع لك مثلا كل اسبوع تقريبا حوالي 20 ساعه كده عمل، كجزء ان انت تشيل مصاريفك. بس هي 8000 دي بتتحط في حاله ان انت ما لقيتش شغل او اي حاجه، هتبدأ تسحب من الفلوس دي ماشي. يعني عشان نظريا، يعني نظريا انت في النهايه هتدفع كام؟ نظريا هدفع كام؟ هو هي الفكرة هتكون في المصاريف اللي انا هصرفها نفسي، المصاريف لا انا الشخصية. قصدي ما انت في النهايه، انت في النهايه هتسافر وهتعيش هناك، محتاج فلوس تعيش بيها، ايجار الشقه واكلك وشربك والكلام ده. ففي النهايه في بلوك فلوس محترم هتدفعه، يعني مثلا هتلاقي نفسك بتدفع مثلا 300 400 يورو 500 يورو ايا كان في الشهر. ففي في النهايه الشهر تقريبا، في الشهر مثلا المصاريف ممكن تدخل في 700 800 يورو. بالظبط، فانت في النهايه فانت بتحسب. انا في النهايه في حد بالنسبه له 700 يورو دي كلام فاضي، حد بالنسبه له 700 يورو لا دي حاجه كبيره. فانت في النهايه محتاج تحسبها، وانا والله هجيب الفلوس دي منين وهمشي بيها ازاي. هي في النهايه يعني محتاج زي ما احنا زي ما بيتقال اللي هو تعمل كوست بنفيت اناليسيس. في النهايه انت محتاج تشوف الكوست قد ايه اللي عليك، وفي النهايه هي هيطلع لك بيها ايه. يعني ممكن في النهايه تلاقي مثلا فرق الرانك بينها مثلا وبين جامعه القاهره مش كبير قوي، يعني هي اعلى من جامعه القاهره مثلا. يعني مثلا جامعه القاهره اظن حاليا في الربعميات او الخمسميات، وتلاقي مثلا الجامعه دي مثلا في الثلاثميات. ولو بصيت مثلا في الكريكلام بتاع جامعه القاهره بيدوا حاجات مشابهه، وممكن تاخد مش عارف ليك مادتين اختياري تاخدهم من قسم كمبيوتر ساينس مثلا، وتاخد كورس ماشين ليرنينج محترم او كورس داتا ستراكشرز محترم مثلا ايا كان. ويعني في النهايه لو ربنا كرمك مثلا بادفايزر محترم في جامعه القاهره وعرف يوجهك صح، لا فانا انا يعني اولموست هجيب نفس الفايده من غير ما ادفع المبالغ الكبيره دي. ففي النهايه زي ما بقول لك يعني محتاجه يعني دو يور ريسيرش، دور وشوف الكلام ده وابعت لي بعديها نتكلم. مش لازم حتى يعني في وسط الفيديو ده، يعني ممكن بعد كده تبعت لي على الفيسبوك نتكلم براحتنا، ما عنديش مشكله يعني. هو انا حضرتك جمع دي. تمام، هو انا حضرتك يعني الموضوع ده ماشي اتفضل اتفضل. خلاص، ممكن نعم
الو، اتفضل يا باشمهندس. الو، ايوه انا سامعك. سامعني ايوه انت كده؟ ما تنفعش كده دلوقتي، سامعك. اقول تمام. هو الموضوع فعلا انا ببحث فيه ادي يعني تقريبا بتاع 4 اشهر. تمام، يعني جمعت عنه داتا كبيره جدا، يكاد يكون معظم الحاجات اللي بتتعطى اللي هتتدرس في البرنامج ده بتتدرس هنا في الاي تي اي، في سيفل انجينيرنج انفورماتكس. ده جميل. الاي تي اي بتقدم التراك ده لمده 9 اشهر، وبيطلع المهندس بيطلع يعني يعتبر سوفت وير ديفلوبر، سواء كان هيشتغل سوفت وير ديفلوبر لكل البرامج بيم، البرامج الهندسيه عامه اللي هتخدم عن قطاع التشييد. كلمت الناس بتوع الاي تي اي؟ الاي تي اي لا، التقديمات بتاعتها يعتبر هتبدا كمان شهر ونص، لا يعني انا لا، عارف. كلمت الناس نفسها، سواء اللي بيدرسوا او بيتخرجوا من الاي تي اي، استشرتهم ان الناس دي يبقى عندها انسايت محترم، يعني ان هي في النهايه يعني مثلا اظن باشمهندس عمر ممكن يوصلك باشمهندس هشام جعفر، فده كان ده ايوه عارف. بيدرس الاي تي اي، ففي النهايه الناس دي هتفيدك، هتقول لك اه يعني طالما انت يعني واثق في امانتهم هيقول لك اه لا بص الناس دي احسن مننا او احنا احسن منهم مش عارف ايه. انا مش متعمق في الاي تي اي برضه بيدي ايه بالظبط، فانا ما اقدرش برضه في الحته دي، بس في النهايه يعني جمع داتا، وبعد ما تجمع تعالى نتكلم ونناقش ونحاول نعمل ريفايننج مره واثنين وثلاثه لحد ما نوصل لكونكلوجن كويس يعني. اه باشمهندس هشام جعمال جعفر ده من اول الناس اللي دخلت التراك بتاعت الاي تي اي، انا عارفه يعني. برضو كان في برضو باشمهندس اسمه احمد زقزاق، تقريبا كان منزل برضو في ديم اريبيا، كان منزل في المجله بتاعتها كده، كان منزل تقريبا في نعم العدد الثاني او الثالث كده، اللي هو برمجه الريفت. باشمهندس عمر سلمى كده يعني عارفه، هو انصح جدا بيها، ما اعرفوش. كان بينصح بحاجه زي كده يعني. هو كان عاوز يقدم وياخد بره برنامج بره، بس يعني انا ما اعرفوش لسه. الو، طيب لحد ما الكونكشن بتاعتك ترجع خلينا نبدأ، ولا ايه رأيك يا باشمهندس عمر؟ تمام يا دكتور، نقدر نبدأ. جزاكم الله كل خير. اتفضل طيب يا دكتور مروان. بسم الله، بس اظبط عندي الدنيا. تمام. السلام عليكم جميعا، رب يكون الجميع بخير واحسن حال ان شاء الله. النهارده الفيديو او المحاضرة الخامسة في سلسلة المحاضرات بتاعتنا عن تدخل الانسانيات او مدخل الانسانيات للناس اللي بتدرس السيفل انجينيرنج او الهندسه المدنيه. النهارده ان شاء الله المحاضره الخامسه هنتكلم على جزء من الديسيشن ميكنج، يعني هو في النهايه اتخاذ القرار يعني في حاجات كتير عشان تعرف يعني تلم بيه كعلوم متداخله مع بعضها انها توصلك للتوبيك بتاع اتخاذ القرار. فالنهارده احنا ان شاء الله هنغطي الجزء الاولاني، بس بكره اسف المره الجايه ان شاء الله هنغطي الجزء الخاص بالكريتيكال ثينكينج او التفكير النقدي، وازاي يعني تتخطى البايسز بتاعتك والكلام ده وتحيزاتك. فبحس هتبقى في الموضوع ده هيتغطى مش على مرتين، يعني الى حد ما ممكن تعتبرهم حتى اتنين منفصلين، بس يعني عشان بس تبقى الناس مستوعبه الخطه الكبيره ماشيه ازاي. فنرجع ونتكلم، نرجع تاني للخريطه بتاعتنا. تاني احنا هدفنا الرئيسي ان يعني او يعني ده البروجكت اللي احنا شغالين عليه، ان انت في النهايه يبقى عندك تخيل انا خطتي ماشيه ازاي، الكارير بتاعي ماشي ازاي، بيزد ان انا محتاج افهم حاجات تانية خارج عالم الهندسه بتاعي. انا عاوزينك تطلع من البابل بتاعت الهندسه بتاعتك، ان هي لا العالم اكبر من كده بكتير واوسع من كده بكتير يعني. ولو انت بس توصلت لمرحله او يعني الاستنتاج ان انت في حاجات مش عارفها، ده في حد ذاته انجاز بالنسبه لهذا الكورس. احنا اتكلمنا غطينا كذا حاجه، عملنا انتروداكشن، عن في الانتروداكشن اتكلمنا عن المجالات الحياتيه والفرق بين النظريه والثيوري والفاكت والهايبوثيسز والكلام ده عشان تقدر تميز ما بين المفاهيم المختلفه. اتكلمنا على المهارات الاجتماعيه وسياسات اماكن العمل، والنهارده ان شاء الله هنتكلم على الجزء الاولاني من اتخاذ القرار. تنويه مهم قوي، يعني تاني الموضوع ده كبير قوي، وهتلاقي فيه علم نفس داخل، علم اجتماع داخل، اقتصاد داخل، حاجات كتير داخله. احنا في النهايه احنا بس هنتطرق للموضوع بشكل يعني سطحي، بس مش مقصود بسطحي انها حاجه وحشه، انا قصدي يعني احنا بنلمس الافكار، يعني عشان ما تطلعش في النهايه تتخيل انت كده بقيت فظيع. يعني انا مثلا هتكلم على الجيم ثيوري، الجيم ثيوري ما تخيلش انت كده بقيت فاهم اقتصاد وبقيت جيم ثيورست قوي، لا ده انا اديتك يعني نقطه كده يا دوب من بحر الجيم ثيوري مثلا. فعشان
عشان فالمهم عشان تاني نفتكر لو احنا اتكلمنا تاني مره تاني محاضره اظن لما اتكلمنا على الدانن كروجر كيرف، فاعرف مكانك فين على الكيرف عشان خاطر ما يبقاش عندك ثقه زائفه تؤدي بيك في الاخر يعني لاستنتاجات خاطئه. فده تنويه مهم. تمام. لو بدانا يعني بحاجات بسيطه كده يعني some basic rules. اتخاذ القرار يعني مش math، مش simple equation، مش مجرد هي معادله والله الف زائد ب يساوي ج. لا، الموضوع معقد جدا. انت بتتكلم عن بشر، البشر يعني اكثر تعقيدا ويعني كتير ومش منطقيين بشكل انت متخيله زي ما هوريك بعد كده. انت تخيلك انت متخيل نفسك ان انت دايما منطقي، بس مش شرط. ولازم تفهم في النهايه انت عمليه اتخاذ القرار دي بتتاخد جوه سيستم، السيستم اللي هو البشر، سيستم بشري. يعني ايه سيستم بشري؟ يعني في النهايه بينتج تفاعلات وتضارب في الاراء والافكار و و و يعني هو مثلا بيتكلم على السيستمز، احنا بيسموه احنا يعني بنعتبر الى حد ما دايناميك ادابتيف سيستم، او في ناس في تعريفات ممكن في مصطلحات ثانيه، بس انت في النهايه انت ادابتيف سيستم. يعني ايه ادابتيف سيستم؟ يعني انت في النهايه بتتاثر بالبيئه اللي حواليك وبتادابت معاها وبتتغير بحاجات، وفي مؤثرات خارجيه عليك ممكن تغير لك رايك وتتفاعل مع الناس. رايك مش مبني فقط على ما لديك، في النهايه لا، الموضوع معقد. فمثلا ما ينفعش مثلا تقول مثلا في الداينامكس او ديناميات اتخاذ القرار ان القرار الفردي هو مجرد المتوسط بتاع القرار الجماعي. لا، لما انت بتاخد القرار لوحدك كفرد بيختلف تماما عن لو انت بتاخده في وسط جروب، والسايكولوجي بتاعتك نفسها او يعني الجزء النفسي بتاعك نفسه بيتغير، ويعني في افكارك نفسها ممكن بتتغير، وتلاقي نفسك متاثر ازاي باللي حواليك وعلى حسب شكل اللي حواليك وافكارهم وشخصيتهم ممكن قرارك ده يتغير. فالموضوع مش منطقي قوي زي ما انت متخيل. الفكره الاساسيه يعني في لما تاخد القرار طبعا نظريا انت ايه الاوبجكتيف بتاعتك. لما بنحاول نبقى ان احنا بقى نحاول ان احنا يعني ايه نبقى اكتر منطقيين، فانت في النهايه الديسيشن بتاعك او القرار بتاعك نظريا بيعتمد على الايه الاوبجكتيفز او الاهداف بتاعتك. وفي طرق مختلفه ان انت تتصل لهذا القرار، ويعني استراتيجيات مختلفه وطرق مختلفه. ففي مثلا الطريقه مثلا انك مثلا عاوز توصل للقرار مثلا بشكل كونسبشوال، هو في النهايه على مستوى المبادئ والافكار العاليه. في ناس تقول لك لا، انا القرار بتاخده على شكل الدايركتيف، في ناس بتاخده على البيزد على البيهيفيرال السلوك. ففي طرق كتيره استراتيجيات كتيره لاتخاذ القرار. على سبيل المثال في حاجه اسمها مثلا اللي هو بيسموها ساتسفايسنج اللي هو لضم كلمتين في بعض، ساتسفاينج وسفيشنت. سفيشنت اللي هو ايه؟ انت في النهايه سفيشنت انت بتخش في سكه الاوبتمايزيشن، اللي هو في النهايه انت عاوز احسن حاجه في كل حاجه. انا عاوز اجيب قرار يديني اقل تكاليف واعلى عائد وفي اقل وقت ومش عارف ايه، فانت بتحاول تعمل اوبتمايزيشن على قد ما تقدر عشان توصل للسفيشنت. بس في نفس الوقت في ابروتش ثانيه تقول لك لا، انا في النهايه انا عاوز احقق كذا، اي قرار يحقق لي كذا انا هاخده، هشوف اسهل واحد. يعني مجرد ان هو بيساتسفاي او مجرد ان هو بيحقق ما لدي من اهداف او الاوبجكتيفز انا سعيد بيه، واكتر من كده انا اعتبره يعني تضييع لوقت وجهد كان ممكن استثمره في حاجه تانية احسن. فده فلما عملوا ميرجنج الاثنين مع بعض فانت ازاي توصل اللي هو بيسموه الساتسفايسنج، اللي هو الميرجنج تاني ما بين الساتسفاينج والسفيشنت في موضوع الديسيشن استراتيجي. فمثلا لو بصيت مثلا هي في النهايه يعني ايه ده، لو ده مثلا الكيرف بتاعك فدي الفاليو او القيمه اللي انت بتحققها من اتخاذ القرار، ودي في النهايه يعني قدرتك على تحقيق هذا القرار. فانت لو بدات في النهاية يعني لو بدات من الصفر لحد النقطه دي، ده في النهايه الاول اوبيس، ده هو القرار السهل يعني كل الناس يعني المفروض تاخده، ده باين. وبعد كده في النهايه في الطرف خالص هتلاقي اللي هو الابسورد. الابسورد يعني قرار يعني قرار الحاجه انت عملتها مش صعب جدا، يعني خياليه صحيحه وكل حاجه وهتديك فاليو بس خياليه، والفاليو زي ما انت شايف الفاليو هتقل لو وصلت للمرحله دي ابسورد. المنطقه الكرييتيف بتقع بين الاثنين دول، هي في النص. الفني اخد قرار يبقى كرييتيف، بس الكرييتيف دي تاني مبنيه على ايه؟ مبنيه على الاستراتيجيات بتاعتك، اللي هو في النهايه انا بدور على حاجه سفيشنت ولا بدور على حاجه اوبتيمال ولا بدور على ايه بالظبط. وده بيختلف من شخص للتاني، وده اللي هنحاول يعني نتعمق فيه النهارده. بس تاني دي مجرد مقتطفات عشان بس تفهم يعني ايه اصلا اتخاذ قرار.
يعني ايه اللي ممكن العوامل اللي تؤثر في اتخاذ القرار، وان في حاجه اسمها استراتيجيات اتخاذ القرار، ومفيش حاجه اسمها هي دي الطريقه الصح لاتخاذ القرار. لا، تاني الموضوع بيعتمد عليك انت والاوبجكتيفز بتاعتك ودماغك ماشيه ازاي والبيئه اللي انت فيها شغاله ازاي، وكل ده مع بعضه لما بيتداخل بينتج عنه في النهايه قرارك انت. تمام. طيب نرجع نخش في الاقتصاد. ليه الاقتصاد؟ الاقتصاد في النهايه ما يعني الاقتصاد ما بيدرسش ارقام فقط، الاقتصاد بيدرس سلوك البني ادم. يعني ايه؟ في النهايه الاقتصاد يعني هو فانكشن، يعني هو في النهايه الاقتصاد بيقول لك والله، يعني انت بيقول لك والله سعر كذا هيحصل له كذا. هو جابها منين سعر كذا؟ ان هو فهم سلوك البني ادم وعارف والله ان انت لما هتعمل كذا البشر هيتفاعلوا مع هذا السلوك بشكل معين، ونتاجا عليه انت والله محتاج تفهم سلوك الناس، محتاج يكون عندك فرضيات عن سلوك البشر. لما انا هعمل كذا الناس هتعمل كذا، وبناء عليه خلاص انا بدات افهم السيستم الاقتصادي. يعني ايه السيستم الاقتصادي؟ اللي هو في النهايه ازاي الناس هتتعامل مع المال او القيمه او الفاليو ايا كان، عشان خاطر توصل ان انت توصل لفهم السيستم هيشتغل ازاي وتتنبأ بيه. هو يعني هي دي يعني هدفك الاقتصادي، ان انت تتنبأ ان لما هعمل كذا هيحصل كذا. تمام. فالاقتصاد كان زمان هو كان قبل كده هو بيسموه الكلاسيكال ايكونومكس، وبعد كده بدأت تظهر حاجه الكلاسيكال ايكونومكس. يعني هي كانت اقتصاد، فكر اقتصادي ليه مجموعه من الفرضيات عن سلوكك كانسان. كلام من ده جت في الفتره الاخيره يعني اللي هو القرن الماضي، يعني في منتصفه او بعديه، بدأت تظهر حاجه جديده، حاجه بيسموها البيهيفيرال ايكونومكس، السلوك الاقتصاد السلوكي. بدأ يانلايز اكتر سلوك الناس، وان لا يعني كانت الكلاسيكال ايكونومكس كانت معتمده اكتر ان انت انسان منطقي. فلا بدأوا بتوع البيهيفيرال ايكونومكس بدأوا يدخلوا جامد معاهم السايكولوجي والكلام ده، فبدأ يستوعب، لا يقول لك البشر مش منطقيين قوي زي ما انت متخيل، وعندهم تحيزات كتيره جدا. وبدأ يعني يبدأ فعلا في ريسيرش يطلع، وحاليا الريسيرش ده يعني خلاص بقى معترف بيه 100 مش 100% بس معترف بيه جدا، وفي كل حته وفي نظريات واتخذ عليها ناس كتير واخده حاجات زي نوبل برايز في وزارتهم الاقتصاديه في الحاجات المتعلقه بموضوع البيهيفيرال ايكونومكس والكلام ده. الاقتصاد السلوكي هو فرع بيركز على اكتر العوامل النفسيه والاجتماعيه والشعوريه والكلام ده كله، بيدخلها كلها في القرارات الاقتصاديه. من اكتر الناس المشهورين في الموضوع ده لو حابين تقروا اكتر، عندك اثنين، عندك دانيال او ثلاثه، دانيال كانمان هو عالم امريكي اسرائيلي، كان واخد نوبل برايز بالمناصفه مع اموس ترافيرسكي، ده برضو امريكي اسرائيلي او يمكن اسرائيلي بس مش امريكي حتى. الناس دول كانوا من المؤسسين الكبار في الموضوع. اسم تاني برضه لو انت حابب يعني تبص وتشوف الناس اللي شغاله فيه ومشهوره جدا، ريتشارد تايلور برضه ليه شغل كبير جدا في الموضوع، وبرضه من الناس اللي يعتبروا من المؤسسين في الموضوع ده، وليهم اسهامات كبيره جدا جدا جدا. طيب خلينا ندي مثال بسيط، يعني انا نختبرك انت. لو انت دخلت محل وانت راجل يعني بتهتم او مش حتى من غير بتهتم بالصحه، انت دخلت محل وقلت لك والله احنا عندنا يعني تو اوبشنز، انت عاوز تاكل حته لحم مثلا، قلت لك والله في عندنا الطبق ده الطبق ده قطعه اللحم اللي هتجي لك 10% دهون، والطبق الثاني 90% لحم. طبعا مش هديك التو اوبشنز تختار ما بينهم، لا انا بهدي اقول لك يا اما ده يا اما ده. فالاحصائيات اللي اتعملت لقوا ان الناس اكتر بتميل لما انت تقول لها 90% لحم، مع ان في النهايه لو انت كائن منطقي الرقمين زي بعض، 10% دهون طب ما هي معناها 90% لحم برضه، في النهايه لا. فدي مثلا ازاي ان انت يعني في قراراتك الاقتصاديه مش شرط تكون منطقي. دي حاجه مثلا هو بيسموها التقطير او الفريمنج، ان ازاي انا لو اعمل فريمنج للكلام بشكل معين اخليك تميل في الاتجاه ده، ده اللي هو بيسموه الدفع الخفيف او النادجنج، اللي هو ازاي انا ممكن ازقك في اتجاه معين. من اشهر مثلا الحاجات بتاعت النادجنج والفريمنج، لو بقول لك مثلا لما انت بتخش، والكلام ده معمول فيه دكتوراهات، يعني الكلام ده مش واحد قاعد بينظر، يعني بقول لك انت لما بتخش مثلا السوبر ماركت، فساعات كتير بتلاقي اللي هو حاطين في وسط، بالذات لو حاجه كبيره مثلا زي كارفور مش عارف ايه الكلام ده، بتلاقي الممر اللي في النص
هو حاطط فيه مثلا يقول لك تخفيض مش عارف ايه، وتلاقي حاجه بسعر مخفض. بعديها لما تخش جوه لو بصيت على ايتمز مشابهه ليها ممكن تلاقي جوه حاجات ارخص. هل هو مثلا ما خدش باله يعني المفروض الحاجه للتخفيض تبقى ارخص حاجه؟ قال هو لا، هو بيعمل ايه؟ هو بيلعب معاك، اللي بيقول لما انت لما دخلت اول حاجه انت دخلت شفتها، انت شفت اللي هي اللي عليها تخفيض بكذا، فانت مثلا عرفت مثلا مروحه مثلا، فانت خلاص عارف المروحه بالتخفيض بقى سعرها اكس، لما تخش جوه تلاقيها 0.9 اكس، الله دي لقطه انا هاخدها. ليه انت بتقول لقطه؟ ان هو يعني مش عايز اقول ضحك عليك، دي هنتكلم عليها في الجزء بتاع الاخلاقيات الاثكس، بس هو عمل ايه؟ هو خلاك تعمل فريمنج في دماغك، تعمل تقطير في دماغك، فانت خلاص انت بقى بالنسبه لك اللي هو عمل لك ايه؟ بيسموها، انا اسف، دي اللي هي بيسموها الانكرنج مش الفريمنج، انا اتلخبطت، دي اسمها الانكرنج. يعني ايه الانكرنج؟ يعني انت عملت ديتم، انت عملت معيار او مقياس بتقيس بيه، فانت خلاص انت شفت المروحه دي باكس، ده كده اللي هي عليها التخفيض، فاي حاجه اقل من الاكس دي فدي بالنسبه لك تبقى رخيصه، الله دي رخيصه دي لقطه انا هشتريها. ودي لعبه بتلعب معاك كتير، لما مثلا تدخل محل يقول لك البتاعه دي ب 10 جنيه و99 قرش، هو فارق مع القرش ده، ما تقول ب 11، فلا الكلام ده مش جاي من فراغ، دي فيها ابحاث. بقول لك في النهايه الناس مثلا لما تقول لي مثلا الحاجه ب 4 جنيه و99 قرش ما كسرش رقم الخمسه، ده بيخلي الناس عندها انطباع كاذب بان الله دي رخيصه فانا عاوز اخد دي. ده هو في النهايه هو مش عاوز يكسر رقم الخمسه، ان كسر رقم الخمسه ده هيحطها في برايس كاتيجوري في دماغك، او في يعني حاجه في مجموعه سعريه في دماغك مختلفه، فلا ممكن تبقى اقل اغراء ليك ان انت تشتريها. فلا مثال اخر يعني حياتي كانت اظن كانت المانيا وبلجيكا حاجه زي كده لو انا فاكر صح، كانوا يعني كانوا بلدين اوروبيين، ففي بلد واحده فيهم كان نسبه المتبرعين يعني كان دايما انت لما بتعمل حادثه ولا قدر الله مت، بقول لك يعني فالمفروض انت مكتوب في رخصتك ان انت حابب تتبرع باعضائك ولا لا لما تموت، يعني بحيث حد يستفيد بيها. فكان في بلد ما اوروبي مش فاكر مين بالظبط، كانت نسبه عاليه قوي، ناس كتير بتتبرع، بينما في ناس تانية ناس كتير ما بتتبرعش. ففي النهايه ده كان سؤال محير للناس بتوع البيهيفير، ليه هل الناس دي شريره والناس دي طيبه، هل الناس دي كريمه والناس دي بخيله؟ في النهايه لما قعدوا يبحثوا لقوا هو فرق بسيط في الاخر، الاستماره اللي انت بتملاها عشان تعمل الرخصه، ايه الديفولت، ايه الاوبشن الديفولت اللي هو ايه السؤال نفسه، يعني بيقول لك ايه ان هو الديفولت، فالديفولت او اللي هو يعني اللي هو معمول لك الا لو انت عاوز تغيره، في البلد اللي هي الناس كانت بتتبرع كتير كان ايه الاوبشن ديفولت، كان بيسال الناس هل تحب تخرج بالبروجرام بتاع التبرع، يعني انت لو يعني انت لو ما اتكلمتش فانت باي ديفولت انت داخل في البروجرام، بينما في البلد الثانيه الناس ما بتتبرعش بيسال الناس هل تحب تدخل في البروجرام بتاع التبرع. فنظريا لو انت كائن عقلاني في كلتا ومنطقي 100% في كلتا الحالتين انت المفروض بتختار، بس لا النتيجه ما كانتش كده. ليه؟ ان هي فكره الانكرنج او والفريمنج، هو عمل انكرنج وفريمنج اللي هي فكره ايه؟ لما انا اقول لك هل تحب تطلع، فانت الانطباع اللي هيجي لك ان لا ده الناس كلها جوه وانا يعني وده الطبيعي وانا اللي عايز اطلع، فبتبدا ايه؟ فده بيحثك وبيزقك في اتجاه ان انت ايه؟ ان انا لا، ان انا المفروض اتبرع انا كمان، انا مع القطيع، انا مع بقيه الناس. بينما في الناحيه الثانيه هل تحب تدخل؟ فمعنى كده لا، يعني انا السيستم نفسه بيقول الطبيعي ان تقول ان الطبيعي ان انت تبقى بره، وانا لو دخلت انا كده يعني ايه بقى عكس السيستم. ففي النهايه لا، في والناس في النهاية يعني في النهايه في موضوع السيكولوجي والكلام ده يعني بيقول لك لا في الناس حتى طبائعها بيقول لك مش عارف كانت بيقول لك 20% من الناس يعني بيتاثروا جدا 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 بالحاجات دي بالبروباجندا، وفي 20% من بشري من البوبيوليشن دايما بتبقى ضد يعني دايما بتبقى عاوزه تبقى مختلفه ونافره والكلام ده. فهو بيقول لك يعني في النهايه في دي طبائع بشر، طبائع بشر وخصائص بشر، بس في النهايه بتاثر جامد جدا. تمام؟ فتاني فبرضه من التجارب العموليه اللي هي زي مثلث اللحمه اللي قلت لك عليها كانت تجربه الزبادي، ان هو يعني قالوا للناس والله يعني الناس سالوهم يعني which is more healthy والكلام ده، فزبادي علبه مكتوب عليها 20% فات والتانيه مكتوب عليها 80% فات فري، خالي من الفات، هما الاثنين بالظبط نفس الحاجه، بس كانت دايما الناس لو حطوا قدامهم على الرف ده وده وهما بيشتروا كانوا دايما بيختاروا ال 80% فات فري. ليه؟ ان اتعمل فريمنج للسؤال بشكل مختلف،
وده مثلا بيبقى عامل دايما مشكله كبيره في الناس اللي هي بالذات في العلوم الانسانيه، فكره انت تعمل استبيان، لما تعمل استبيان للناس عشان تسالهم على رايهم في قضيه كذا والكلام ده صعب جدا جدا. ليه؟ لان انت عشان تعمل استبيان خالي من التحيزات دي حاجه صعبه جدا. طريقه السؤال بتفرق، السؤال انت عامله اختيارات ولا الناس ترد كتابه ولا يعني صح وغلط ايا كان، بتفرق في اعتبار الناس، الناس بتشوف الكلام ده. ففي النهايه لا يعني انت في النهايه في عوامل كتير قوي قوي بتخش في قرارك، واغلبها عوامل غير محسوس. يعني انت مش غير منطقي عشان خاطر انت انسان لا تكره المنطق او انت مش ذكي او لا، انت غير منطقي، لان في النهايه في تحيزات دايما بتبقى عندك في فكريه، في فهمك في الحياه في الكلام ده. مثال كمان عشان ناكد الفكره، مثلا في الكلاسيك ايكونومكس كان بتقول لك والله مثلا انا بديك ايس كريم، بنبيع ايس كريم مثلا، فمن المفروض طبقا للكلاسيكال ايكونومكس كل ما السعر هيقل كل ما الطلب هيزيد. يعني انت في النهايه لو الكونو مثلا، ما اعرفش الكونو يعني اللي هو القمع بتاع الايس كريم مثلا، قلت تعالى قول مثلا ب 5 جنيه، فلو انا قلت لك مثلا ب 4 جنيه بدل 5 عاملين تخفيض، فالله ده حلو هتشتري اكتر، قلت لك ب 3 جنيه تشتري اكتر واكتر. طبقا للكلاسيكال ايكونومكس كل ما هيرخص اكتر كل ما هتشتري اكتر. البيهيفير ايكونومكس تقول لك لا، عند نقطه ما الناس تشتري اقل. ليه؟ لو انا قلت لك الكون ابو 5 جنيه ده انا ببيعه بربع جنيه، انت ايه اول حاجه تيجي في دماغك؟ لا الايس كريم ده بايظ، في حاجه غلط، هو في النهايه مستحيل يديهولي بربع جنيه. فلا ففي النهايه لا، ده في نقطه ما عندها الكلاسيكال ايكونومكس كلامها مش هيبقى دقيق قوي، ولا وعند نقطه ما معينه لا الناس هتبدا تخاف انها تشتري، ان في فرق ان هو مثلا بدل ب 5 جنيه يبقى ب 4 جنيه، فرق ان هو 5 جنيه يبقى بربع جنيه، لا ده اختلاف كبير قوي، بيبدا يدخل عوامل تانية في التفكير غير مجرد ان انت بتقارن السعر السابق بالسعر الحالي، لا التفكير نفسه هيبدا يختلف ويبص في جوانب تانية ما كانتش يعني الكلاسيكال ايكونومكس بتغطيها قوي. فدي برضو نقطه تانية. حاجه كمان ثالثه، مثلا في كمان برضه تجربه برضه كانوا بيعملوها ودايما بيستشهدوا بيها، انواع الايس كريم مثلا. بقول لك لما انت تخش محل وحاطط لك 500 نوع، في النهايه بقول لك ده مش جذاب للناس، ده بالعكس يعني الناس دايما يعني ده بيلخبط الناس. بقول لك هو في عدد معين اوبتيمم، او يعني ده عدد اللي هو الافضل ان للاوبشنز اللي تديها للناس، لو كترت الاوبشنز قوي على الناس هيبدا لا ان هم هيبقى في النهايه الموضوع محير ليهم، و فهيبدا ما يحبوش يجوا للمحل بتاعك مثلا. فعلى عكس المفروض النظريه لو احنا هنمشي بالمنطق، انت كل ما تديني اوبشنز اكتر، الله انت مديني حريه اكتر وانا اختار اللي يعجبني يعني. فلا الموضوع يعني اعقد من كده. يعني ممكن كمان مثال مثلا فكره اللي هو انت نفسك ممكن تتوهم، البلاسيبو بيسموه البلاسيبو. فكانوا عاملين برضو من التجارب كانوا بيدوا للناس نوعين من الواين، واين الخمره يعني، بقول له والله دي خمره رخيصه من النوع الفلاني ودي خمرة غالية من النوع الفلاني، دوقهم وقول لي رأيك. فكانت الناس بتدوق الرخيصة وتدوق الغالية، وكانوا بيقولوا بقى إن إزاي الغالية أحلى وطعمها أحلى، لا وفي فرق في الطعم وفي فرق في الريحة ومش عارف إيه، مع إن في اللي عم صاوميه الاختبار نفسه كانوا حاطين بالظبط نفس النوع في الكوبايتين، بس أنت في النهاية عشان أنا قلت لك كذا فأنت في النهاية بقيت بتتعامل معاه بشكل مختلف، وبقى في بايس عندك تجاه هذه الكوباية عن هذه الكوباية وهكذا. ومش وفي النهايه يعني في نسبه قليله من الناس اللي هي بدات لا ده في فرق، ما فيش فرق، الاثنين شبه بعض، انا مش حاسس ان في فرق وكلام من. وتاني النقطه المهمه، مش معنى كده ان انت كائن غير منطقي، ولكن معنى كده خلي بالك انت عندك بايسز وطريقه تفكيرك مش طريقه رياضيه بحته احصائيه بحته وهتمشي بالاحصاء ذات ثابت. مثال كمان او مثال اخير عشان ما نطولش اكتر من كده، في السلايد دي يعني، من التجارب برضو المشهورة قوي ان هو بجيب واحد وبدي له 10 جنيه او 10 جنيه، وواحد تاني واقول له انت لك مطلق الحرية ان ال 10 جنيه دي تاخدها كلها او ان انت تدي جزء منها ايا كان براحتك، يعني ال 10 جنيه كلها او نصها ربعها ايا كان، وتديها لفلان التاني ده، وفلان التاني ده في ايديه ان هو يمنعك تاخد الفلوس خالص او تاخدها. يعني في النهايه اللي في ايده انت ايه، انت كانك انا بقول لك انت معاك 10 جنيه ودي وشوف هتاخد منها قد ايه ليك وتسيب منها قد ايه للراجل اللي جنبك، والراجل اللي جنبك ده
هو اللي في ايده السلطه، ان في النهايه لو قبل الديل بتاعك هتحتفظوا بالفلوس انتوا الاثنين، لو رفض الديل بتاعك محدش ياخد اي حاجه. فعملوا التجربه. فانت المفروض بما انك انت معاك صفر، اللي هو الراجل الثاني اللي هو في ايده القرار، لو انت معاك صفر ففي النهايه لو اديتك ربع جنيه من 10 جنيه انت المفروض تبقى مبسوط. يعني ما تلغيش الديل. لما عملوا التجربه ما لقوش كده، قالوا لا في ليميت معين. يعني مثلا لو انا اديتك خمسه وانا خدت خمسه واديتك خمسه، انت هتوافق على الديل، بس لو قللت قوي في ليميت معين بعديه لا انت بترفض، وعلي ولو زي ما بقول بالعربي عليا وعلى اعدائي ما حدش ياخد حاجه، مع ان ده قرار غير اقتصادي لو نتكلم في الاقتصاد اللي هو الكلاسيك، وغير احصائي يعني وغير منطقي. ليه يا عم؟ طب ما تاخد ربع جنيه احسن ما تاخد صفر. فلا انا هاخد صفر. ليه؟ ان هو بيقول لك بدات تدخل عامل ثاني، عامل زي السيلف وورث، ان انت حاسس ان الربع جنيه ده بيقلل من تقييمك لذاتك. يعني انا مش قيمتي ربع جنيه، ليه انا اخد ربع جنيه وياخد بقيه الفلوس كلها؟ مع انك انت يعني كده كده انت مش تعبان في الفلوس دي مثلا، فلا دي حقي. لا مفيش جزء منها اللي هو بيسموه السنس اوف جاستس، احساس العداله، وده مش عادل. انت ليه تاخد ربع جنيه وانا اخد ربع جنيه وانت تاخد بقيه الفلوس؟ فلا في النهايه في حاجات كتير بتخش وحاجات كتير بتبقى كواليتيتيف مش كوانتيتيف، يعني معنويه مش ماديه، بتخش في اتخاذ القرار. كل ده انت تاخد بالك منه. لو هنحب نريكومند حاجات مثلا الناس تحب تقراها مثلا، مشكله الحاجات دي يعني انك محتاج حاجه تكون مكتوبه بشكل اللي هو يعني لا يعني ممكن ارشح بيبرز معقده وكتب تخينه من الحاجات اللي بس هتبقى سخيفه ومش هتعرف تتابع معاها، بس الحاجات اللذيذه ومكتوبه بشكل يعني شعبي جميل. فطبعا ريتشارد تايلور مثلا كاتب اللي هو ذا وينرز كيرس وميس بيهيفنج، فاتكلم بشكل حلو في الموضوع ده. طبعا الكتاب المشهور قوي برضو بتاع دانيال كانيمان اللي هو ثينكينج فاست اند سلو، بيتكلم برضو على التحيزات ومش عارف ايه والكلام ده، وبيدي امثله لطيفه قوي. ريتشارد تايلور برضو كتب نادج جميل برضو، بيتكلم على ظاهره النادجينج ومش عارف ايه والكلام ده. دانيال كانيمان برضو كتب اللي هي هيوريستكس اند بايسز، اللي هي في النهايه البايسز وازاي يعني بيعرف بايسز وازاي الناس بتعملها وبتشتغل ازاي والكلام ده. وبرضو الكتاب كان جميل قوي، مركز قوي على موضوع الفريمنج، كان بتاع جورج ليكوف، الراجل ده جورج ليكوف اللي هو دونت ثينك اوف ان ايلفنت، ده برضو كان لطيف قوي. ميزه الكتب دي يعني الناس اللي كاتباها يعني مش ناس بتقول اي كلام، لا ناس فاهمه وتقيله في مجالها، وفي نفس الوقت كاتبينه بشكل مبسط لذيذ للناس كلها بحيث ما مش معقد يعني، والناس هتهدوه ولازم تكون دارس اقتصاد عشان تفهمه، لا اي حد يعني يقدر يفهم. اوكي لحد النقطه دي، هل في اي اسئله او اعتراضات؟ في كومنت عندي سؤال؟ تمام اوكي. طيب قبل ما نخش في النقطه اللي بعدها، احنا ليه بنقول الكلام ده؟ يعني لا هو زي ما بقول لك ان اتخاذ القرار ده بيدخل فيه علوم كتير، يعني عشان تفهم في النهايه السلوك. يعني انت مثلا انت اغلب شغلك مثلا لو انت هتبقى مثلا مهندس، فانت شغلك له علاقه بالماركتنج مش عارف ايه والكلام ده، فانت شغلك هيبقى متعلق بالحاجات مثلا زي البيهيفير ايكونومكس دي، ان ازاي الناس بتقرر قرار اقتصادي. فانت في النهايه عاوز تفهم الناس ازاي بتقرر عشان تديهم اللي هم محتاجينه، وده هيواجهك في مشكله تانية. لو افتكر دايما في اول محاضره لما اتكلمنا البوصله الاخلاقيه بتاعتك فين، ان الكلام دي الناس دي كلها لما بتتكلم في الاطار القانوني بس، يعني في النهايه ايه اللي القانون بيقوله، بس في النهايه في تعارض ساعات كتير بين القانون والاخلاق. ادي هنناقشها بشكل يعني لحد ما يعني مقبول في المحاضره بتاعت الاثكس والاخلاقيات. انت محتاج تفهم الفرق بين ده وبين ده والدنيا ماشيه ازاي. بس فور ناو يعني لحد دلوقتي فكر بس في الموضوع من المنظور انا بحاول افهم الناس بتفكر ازاي من باب الفهم، ان لا يعني فكره ان القرار دايما منطقي مش منطقي، انت نفسك وانت بتقرر ما تقررش كلام منطقي. طب انا عاوز اقرر قرار منطقي اعمل ايه؟ محتاج اولا افهم ان انا عندي بايسس وعندي تحيزات في التفكير بتاعي زي ما قلنا دلوقتي، وهندي امثله اكتر بقى. ف التحيزات احنا مثلا اتكلمنا على دانيال كانيمان والشغل بتاعه في اللي خد بيه نوبل والكلام ده. فدانيال كانيمان كان بيتكلم بيقول لك انت في تفكيرك في حاجه اسمها البروسبكت ثيوري، دي اللي هو عملها هو اموس ترافيرسكي. البروسبكت ثيوري بتقول لك ايه؟ اللي هي المنحنى ده، بتقول لك والله الفيرتيكال اكسس او الواي اكسس دي الفاليو بالنسبه لك، القيمه المضافه بالنسبه لك من هذا الشيء او هذا الفعل او اي هذا القرار ايا كان. فوق الصفر موجب يعني قيمه ايجابيه، جين مكسب، تحت الصفر لاس او خساره ليك.
والهوريزونتال، الهوريزونتال هو الاوتكم. يعني على سبيل المثال انت كسبت مليون جنيه او كسبت 2 مليون جنيه، انتقالك يعني السعاده بتاعتك او الفاليو اللي انت بتبرسيف يعني او القيمه اللي انت بتاخدها، القيمه المعنويه اللي بتاخدها من مكسبك لمليون جنيه اعلى من مكسبك انتقالك من مليون ل 2 مليون. مع ان المفروض لو العلاقه خطيه انت لا، انا في النهايه انا لو انت فكرت فيها بشكل منطقي انا حسابي في البنك في كلتا الحالتين زاد مليون جنيه، في الحاله الاولانيه كان صفر بقى مليون، في الحاله الثانيه كان مليون بقى 2 مليون، فنظريا المفروض تكون اسعد، اسف، نفس مستوى السعاده في الحالتين. قال لك لا، سعادتك في الاول من الصفر لمليون اعلى بكتير من من مليون ل 2 مليون. ودي اول خاصيه في المنحنى بتاعك ده، ان العلاقه مش خطيه، لا العلاقه اكسبوننشال. في الاول بتبقى الجين عاليه، يعني باي تغير صغير بيحصل في الاوتكم بتخلي الجين بتاعتك في الفاليو او السعاده بتاعتك او الحسن بتاعك ايا كان تبقى عاليه. بعد كده تقل، يعني مثلا قلت لك والله انت كسبت 100 مليون من الصفر ل 100 مليون، وبعد كده من 100 مليون ل 200 مليون، لا فاولموست ما فيش فرق هيحصل. طب من 200 مليون ل 500 مليون، لا بس انت شايف اول الخط بدا يبقى اولموست هورزونتال، خلاص ما بقتش بيرسيف اكتر. انت مثلا انت بيل جيتس وقلت لك والله ثروتك زادت 5 مليار كمان، ماشي وبعدين يعني خلاص، ما هو هي يعني كانت كام اصلا اوريدي، وهو خلاص خد الساتسفاكشن من زمان، ما بقاش في بالنسبه له حاجه جديده فيها. فدي احد الخصائص. خصائص ثانيه برضو في البروسبكت ثيوري بتقول لك ان الانسان لوس افيرسيف، يعني الانسان بيتجنب الخساره دايما. يعني انا لو قلت لك والله تعالى تعالى نخش في رهان، وفي احتمال ان انت 50% تكسب 50% تخسر، فالمنطقي والطبيعي ان انت تكون يعني احساسك تجاه هذا الرهان عادي، يعني نيوترال، لا انت ناحيه ان انت عايز تبعد عن الرهان ولا ناحيه انت عاوز تعمل الرهان، لان في النهايه بالاحتمالات والاحصاء 50 50. فقال لك لا، الانسان لوس افيرسيف، يعني لوس افيرسيف بيخاف، يعني حبه للخساره اكبر من حبه للمكسب. فانا قلت لك 50 50 غالبا هتقول لا مش لعب، 55 45 يعني 55 انت تكسب 45 انت تخسر، ممكن برضه تقول لا مش لعب. اقول لك 70 30 لا تبدا تفكر اه ممكن العب، ان في النهايه ايه بدات الفرق بيعوض عن السلوك باحساسك باللي هو ايه اللوس افيرجن، يعني في النهايه بحاول اهرب من اللوس او اهرب من الخساره. فدي خاصيه ثانيه. خاصيه ثالثه في البرسبكت ثيوري الريفرنس بوينت، يعني في النهايه نقطه الصفر دي اللي هي ايه؟ يعني امتى انت بتبدا تحدد اه ده مكسب وده خساره؟ فقال لك لا، دي اصلا نقطه مش ثابته بين البشر، كل واحد عنده النقطه بتاعته، وكل واحد يعني بيفكر في اللي حصل ده مكسب ولا خساره بشكل مختلف. فده مثلا ده مجرد يعني لمحه بسيطه على النظريه دي بتشتغل ازاي في البيهيفير ايكونومكس، وازاي الناس بتفكر اصلا، وازاي بتحلل افكار الناس وطريقتها في التحليل وما شابه ذلك. حاجه ثانيه برضه في الشغل بتاع دانيال كانمان وامستروفيرسكي، جزء من النظريه بتاعتهم بيقول لك ان الناس في تفكيرها عندها تو سيستمز، يعني انت عندك في دماغك يعني سيستمز اتنين شغالين. سيستم يعني لحد ما احنا ممكن احنا يعني نبسطه عليه ان هو غريزي، والسيستم المنطقي التاني. غريزي زي ايه؟ انت مثلا انت ماشي في الشارع بتعدي جت عربيه هتخبطك، انت ما بتقعدش بقى تفكر وبتحسب وتحلل ومش عارف، لا انت جسمك نفسه هو بيتفاعل بشكل لا ارادي، الادرينالين بيجري في جسمك كله، نفسك نطيت او عملت حاجه مثلا طوبه مثلا طايره مثلا في الهواء، فتلاقي نفسك انت بعدت راسك بشكل لا ارادي او غمضت عينك بشكل لا ارادي. فبقول لك المخ فيه تو سيستمز شغالين، سيستم انت بتتحكم فيه، سيستم تاني لا ارادي. فايه خصائص السيستم ده والسيستم ده؟ هو كانوا بيسموها سيستم 1 وسيستم 2. فبقول لك سيستم 1 اللي هو اللا ارادي مثلا احد خصائصه ان هو سريع جدا، خصائص السيستم الثاني ان هو بطيء. فانت ردود الافعال السريعه والكلام ده بتيجي من سيستم 1 مش من سيستم 2. ساعات مثلا انت مثلا حتى نفسك اتنرفزت واتخانقت ومش عارف، بعد كده تيجي تفكر فيها لا ده انا غلطان مش عارف ايه. فده ايه علاقته اكتر بان انت مش عارف تتحكم ولما بتسخن انه هو سيستم بيدومينيت والكلام ده. سيستم 1 unconscious يعني غير واعي، سيستم 2 conscious. سيستم 1 اوتوماتيك يعني ده لا ارادي، انت لما بتيجي حاجه بتيجي في وشك انت بتغمض عينك بشكل لا ارادي، انت مش خاطر انت فكرت ايه ده في حاجه جايه، انت لا انت قبل ما تاخد بالك ان هي جايه في وشك تلاقي نفسك عينك غمضتها اوتوماتيك.
وهو اوتوماتيك، بينما سيستم 2 لا، ايفورت فول. ايفورت فول يعني لا، انت محتاج ان انت يعني تضع جهد عقلي وبدني عشان خاطر تعمله. سيستم 1 بيبقى القرارات الايفري داي ديسيشن، يعني انت مش محتاج ان انت تكون يعني بيحصل كل يوم في كل ساعه. زي مثلا انت مثلا سايق العربيه مثلا ساعات وانت سايق، تلاقي نفسك انت يعني ممكن اصلا مش مركز في السواقه وانت ماشي عادي وبتسوق والدنيا، وانت اصلا مش مركز اصلا على السواقه خلاص. يعني بالذات مثلا تسوق مثلا عربيه مانيوال، نفسك ساعات مش يعني انت مش مركز اصلا، انت نفسك بتنقل وقاعد بتنقل، بمجرد ان خلاص سيستم 1 متعود، خلاص مخك متعود، صوت الموتور عالي مش عارف ايه، فانت بتنقل الكلام من ده. سيستم 2 لا، سيستم 2 بيبقى اكتر في القرارات المعقده. سيستم 1 ايرور برون، بيحصل فيه ايرورز كتير عشان هو في النهايه غريزي غير منطقي و و و. سيستم 2 الى حد ما لا، يعتمد عليه اكتر، بس تاني يعتمد عليه اكتر في حدود فهمك للتحيزات وما شابه ذلك اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. تمام. تعال ممكن مثلا الناس بتتكلم بشكل لطيف قوي في الموضوع ده، بروفيسور جوناثان هايت. جوناثان هايت مثلا جوناثان هايت كان بيتكلم برضه في حته الى اي مدى القرار منطقي، وكان ليه ميتافور شهير قوي يعني في العلوم السياسيه وعلم الاجتماع بشكل عام، وعلم النفس اسف، والكلام ده بيتطبق عليك في اي حاجه، يعني بيتطبق عليك في الهندسه، القرارات الهندسيه، في كل حاجه. بيقول لك يعني لو خدناه حتى بيقول لك اللي هو السيستمز اللي هو سيستم 1 سيستم 2، بيقول لك يعني او يعني هو ما كانش بيتكلم باتجاه السيستمز، كان بيتكلم اكتر باتجاه اللي هو يعني عقلك ومشاعرك. بيقول لك العقل هو عباره عن بني ادم والمشاعر فيل. فالبني ادم ده راكب فيل سايق الفيل. نظريا الى اي مدى البني ادم ده يقدر يجبر الفيل ان هو يمشي في الاتجاه ده او الاتجاه ده؟ نظريا هو غير قادر اصلا على ان هو يجبره، ده بني ادم قد كده وده فيل قد كده. يعني في النهايه هو هيعمل ايه؟ هيشد الحبل اصلا، الفيل لو حرك دماغه هيوقعه هو والحبل. فده بيقول لك، فدي ملحوظة رقم واحد، ان انت في النهايه انت تحت وهم ان البني ادم او اللي هو العقل هو اللي بيمشي الفيل، يعني المشاعر. بس واقعيا لا، هو الفيل هو اللي ماشي، ولو الكلام على مزاج الفيل هيسمع كلامه، لو مش على مزاج الفيل هو هيمشي وانت مش هتعمل حاجه. خلاص. فبيجي ساعتها بقى بيحصل مشكله ثانيه، ايه اللي بيحصل؟ ودي بينتج عنها تحيزات كتير جدا عند الناس. وده مثلا قريب الكلام للشغل بتاع ايميت شوا، بروفيسور ايميت شوا، الحاجات دي. وتقول لك هو ايه اللي بيحصل ساعتها؟ اللي بيحصل ساعتها ودانيال كارن برضو اتكلم فيها، لما الفيل بيمشي بيقرر يمشي في الاتجاه ده مع ان العقل مش عايزه، ايه اللي بيحصل؟ العقل مش بيقول لا او ده قرار غير منطقي، لا، العقل ساعتها بتتحول مهمته ان هو لمحامي بيمنطق ويبرر افعال الفيل. يعني في النهايه لو انت القرار ده ايموشنال، انت مش بتعمله وانت بتقول ايه ده، ايوه انا ايموشنال وانا مش عارف ايه وان انا يعني غير منطقي، لا، انت بتبدا تمنطق وتبرر هذا القرار. ودي نقطه مهمه، انك ازاي بتفهم مخك شغال ازاي، تفكيرك شغال ازاي، تقييمك الامور شغال ازاي. ففي النهايه لا، لازم تفهم في النهايه انت عندك البايسز بتاعتك في تفكيرك شغال ازاي. طيب ايه اللي يخلي الفيل يسمع كلام السواق بتاعه او العقل؟ بقول لك يعني في النهايه في حاجات ممكن تخليه يسمع كلامه، زي مثلا ان يحصل موقف صعب، الفيل يبقى محتار ومش مشاعرك محتاره، ساعتها ساعتها العقل بيتسيد. لو انت مثلا تعرضت لصدمه كبيره هيبدا لا، الفيل لا بدا يخاف، فمحتاج مساعده من العقل. فتحط صدمه كبيره، يعني تلاقي مثلا افكارك مثلا عن حاجه معينه كانت ماشيه مره في الخطه في الثانيه في الثالثه، فراحت تبدا تفكر ايه ده، لا ده في حاجه غلط، انا محتاج ان انا اعيد تفكير. هو طبقا لجوناثان هايت هو ايه اللي بيحصل؟ الفيل تعرض لصدمات كتير لحد ما بدا يحس لا، انا محتاج معاونه من الانسان اللي سايق او اللي هو العقل، وهكذا. نقطة تانية برضو كمان فيها بشكل حلو قوي، بالذات إيميتشوا في الشغل بتاعها، عن موضوع التعليم. يعني تخيلك يعني فلان ده عشان ده مهندس ودكتور و و و و او معاه ماجستير او دكتوراه او، فده نظريا قراراته اكثر منطقيه طبقا للريسيرش، لا، هو في النهايه هيكون ان هو معاه هذا القدر العالي جدا من التعليم، ممكن بيديله تولز المفروض ان هو يعني يتغلب بيها على البايس اللي عنده، بس ده لو هو اصلا قادر على التغلب على هذا البايس وعاوز يتغلب على هذا البايس. لو هو عايز، حتى لو هو مش متعلم هيبقى كويس ويعرف يوصل لنتائج كويسه، بس لو هو مش عايز مش فارق مع ماجستير ولا دكتوراه ولا ايه، ان الفرق الوحيد اللي هيحصل ان هو بقى عنده مور فانسي تولز او ادوات يعني راقيه وشكلها حلو اكتر لتبرير نفس الموقف العاطفي.
لو خدتها مثلا، فانت فانت لو انت خدتها مثال مثلا، اللي هو يعني اللي هو فلان مثلا انت ما بتحبوش، فانت في النهايه خلاص انت مش متعلم، ف او يعني تعليمك مش عالي، فالتولز تستعملها تبقى ضعيفه، هو يستاهل هو كده. لو انت راجل متعلم وماجستير ودكتوراه هتبدا تحلل في الموضوع، والله هو اصلا يعني فعل اللي عمله ده غير منطقي عشان واحد اتنين تلاته، بس في النهايه الاتنين نفس التحيز، هو اصلا الاتنين ماشيين ورا الفيل. الفرق ان الراكب لما جه يبرر، او الانسان اللي بيسوق او العقل اللي بيسوق الفيل لما جه يبرر الفعل ده برره بالتولز اللي معاه. فلو انت تعليمك صغير هتبرره بشكل صغير على قد تعليمك، لو انت راجل فانسي وتعليمك كبير تستعمل بقى المصطلحات اللي هي الكبيره اللي بيستعملوها دي ومش عارف ايه، بحيث ان هي يتناسب مع مستواك كعقل سيء الفيل او عنده وهم ان هو سيء الفيل. بس في كلتا الحالتين لا، تخيلك ان التعليم يعني، عشان كده دي بنقول يعني ما تسمعليش غير في التخصص بتاعي، غير كده لا. يعني تخيلك ان مروان ده مثلا او فلان ده متعلم قوي، فلا اكيد فاهم في كل حاجه او تقييمه في كل حاجه، لا على حسب البايس عنده. لو هو ربنا كرمه وتغلب على هذه البايسز وبدا يبقى لا يعني بدا يبقى عنده كنترول على الفيل، ساعتها تسمع له ممكن. انما لو ما عندوش كنترول على الفيل زيه زي اي حد ماشي في الشارع في القضايا اللي هو مش متخصص فيها، دي هي فكره اللي بيسموها القبائل الايديولوجيه political tribes. ماشي لحد النقطه دي، هل في اي سؤال اي اعتراض؟ اوكي تمام. طيب نبدا نطبق في الشغل بتاعنا. احنا دلوقتي لو يعني هدفنا من موضوع التحيزات والمشاعر واقتصاد السلوكي والكلام ده، ايه هدفنا؟ انك تفهم ازاي الانسان بيفكر، تفكيره ماشي ازاي، قراراته الاقتصاديه ماشيه ازاي، قراراته بشكل عام ماشيه ازاي، تحيزاته سلوكه مع الربح والخساره ماشي ازاي، قدر الربح بيمشي سلوكه بيعامل معاه ازاي، او قدر الخساره سلوكه بيعامل معاه ازاي، هو اصلا بيقيس ربح وخساره ازاي، هو اصلا الى اي مدى هو منطقي او غير منطقي، مستوى تعليمه بيأثر ازاي في تفكيره. كده احنا اتكلمنا او يعني حولنا الى حد ما مجرد بنلمس، انا عاوزك تلمس فكره ان لا يعني تفكير الانسان وانك تحلل تفكير الانسان ده شيء معقد وفي علوم كتير بتتكلم فيه، دي ممكن تبقى مداخل تبدا منها. طيب تعال نطبق مثلا عندنا في التفاوض. انت دلوقتي مثلا انت مهندس شغال في شركه، انت مثلا تفاوض ممكن من اول ما انت بس رايح تشتغل في شركه فانت بتتفاوض على المرتب بتاعك، فصائل الراجل اللي جاي يشغلك، انت لسه متخرج فجاي يشغلك فبيقول لك تعالى هتاخد مرتب كام، فبيبدا ده تفاوض. تفاوض في حاجات كتير بقى، انت مثلا بتشتري حاجه ده تفاوض، انت راجل شغال سيلز في شركه فلا فانت حياتك كلها مقضيها تفاوض. فدي ففي مثلا في التفاوض، تعالى ندي تطبيق، في حاجه في التفاوض بيسموها النيجوشيشن جامبتس او منورات التفاوض. ايه نيجوشيشن جامبتس او منورات التفاوض؟ تاني بعيدا عن يعني افتكر دايما وحط دايما في دماغك في خلفيتك، واحنا بنتكلم على الجزء الاخلاقي بتاعك والبوصله بتاعتك والكلام ده، ان تاني الحاجات دي بتتكلم فقط من السياق القانوني بس ملهاش دعوه خالص الكلام ده بقى صح غلط عيب لا حرام حلال، دي مش اتجاهها، هي اتجاهها قانوني مش قانوني الكلام من ده. فدايما انت محتاج ان انت تضيف البعد الخاص بيك انت. خلينا نتكلم ايه زي المنورات اللي بتحصل، اللي هي مثلا الخفض اللا معقول. اشهر يعني المثال دايما اللي بيحبوا يدوه فيها اللي هو مثال بيسموه ثانيه واحده بس المثال اللي هو بيسموه الحكيم والخنزير، ده المثال اللي بيستعملوه في الحته دي. يعني ايه الحكيم والخنزير؟ بيقول لك والله جه واحد يشتكي الحكيم، بيقول له يعني انا عايش في اوضه صغيره انا وزوجتي واولادي الثمانيه ومعايا حماية وحماتي ووالدي ووالدتي والعيشه لا تطاق، انا مش قادر ومش مستحمل الحياه يعني شوف لي حل. فالحكيم قال له طب خلاص هات خنزير حطه يعيش معاك في البيت وتعالى لي بعد شهر. فالراجل سمع كلام الحكيم وجاب خنزير حطه معاه في البيت وفضل شهر وراح للراجل، والحكيم قال له ها ايه الاخبار؟ فالراجل قال له بص يعني الحياه لا تطاق انا هنتحر خلاص، يعني الدنيا زحمه والمكان بقى قذر جدا والريحه بقت سيئه جدا بسبب الخنزير والمكان يعني غير قابل للعيش تماما ولازم نشوف لي حل. قال له طب ايه رايك؟ الحكيم رد عليه قال له طب ايه رايك لو قلت لك شيل الخنزير؟ قال له الله الدنيا تبقى حلوه قوي ونضيف قوي ده شيء جميل. قال له طب خلاص شيل الخنزير. هو عمل ايه؟ واقعيا ما عملش حاجه. يعني في النهايه الراجل الواقع بتاعه اتغير؟ لا، هو ما زال مشكلته الاساسيه هي بالظبط،
ما زال مشكلته الأساسية إن هو عايش مع أولاده الثمانية وأبوه وأمه وحماه وحماته في مكان ضيق وأوضة واحدة. هل الكلام ده اتغير؟ ما اتغيرش، بس البرسبشن بتاع الراجل أو يعني رؤية الراجل نفسه للوضع اتغيرت. أه هو دلوقتي بقى سعيد بهذا الوضع. ليه؟ الحكيم عمل إيه؟ الحكيم دخله في وضع أسوأ منه، فبناء عليه لما رجعه تاني الوضع الأصلي اللي هو مفيش فيه أي تغيير بقى مبسوط بيه. فأنا من الآخر خليتك مبسوط من الهوى، من لا شيء. دي اللي هي بيسموها الخفض اللامعقول، ان جايين نتفاوض فانا بديك خفض لامعقول، ان هو في النهايه لمجرد ارجعك تاني للمعقول والمقبول انت هتعتبره انتصار عظيم. المثال الاخر الشهير مثلا عندنا مثلا اللي هو في الفصال وانت بتشتري، اللي هو مثلا تلاقي البياع مثلا مثلا الحاجه باكس، مثلا بتشتري مثلا جاكيت مثلا هو ب 500 جنيه، هو بيقول لك ده ب 1000 جنيه، بحيث انت لما تقعد تنزل معاه لحد مثلا 600 700، فانت متخيل كده يا انا كده منتصر. هو لا، هو اصلا ضحك عليك كمان ستيل، ده هو خفض لا معقول. او العكس لو انت جاي تفاصل هو بيقول لك مثلا 900، فانت تقول له تبدا معاه من 100، اكون اصلا يوصل معاك ال 500 اللي هي يا دوب اللي هو بتجيب له المارجن بتاع الربح المينيمم، هو كده بقى سعيد الحمد لله عديت معاه. دي استراتيجيات في التفاوض بنستعملها كل يوم في حياتنا وليها تطبيقات كتير جدا في البيزنس. فدي الخفض لا معقول. حاجه مثلا زي الانتصار الزائف، ان انا اخترع مشكله وسط يعني واحد من النجشين بيخترع مشكله، والمشكله دي اصلا يعني مختلقه مخترعه، ومجرد ما اكسبك فيها او يعني احلها فانت بتتخيل انت انتصرت. الله احنا عملنا انتصار هو والدنيا كويسه، بس هو اصلا ما فيش انتصار، اصلا المشكله دي مخترعه. فده برضو جزء من النجشين جامبتس او مناورات التفاوض، ازاي بتتناور وانت بتتفاوض عشان يعني تخدع او تضحك على اللي قدامك او تقنعه باللي انت عايزه، وات ايفر يعني المصطلح اللي انت عاوز تستعمله على حسب البوصله الاخلاقيه بتاعتك. اي حاجه مثلا زي ادعاء الحمق، ان انت وانت بتتفاوض مع اللي قدامك تعمل نفسك غلبان ومش فاهم، وانت فاهم هو بيفكر ازاي وعارف كويس هو بيعمل ايه، بس انت عامل نفسك غلبان. ليه بعمل كده؟ عشان خاطر اللي قدامي يزيل دفاعاته، يبدا ينزل كل ورقه في الكلام ويوريني كل اللي عنده، وانا ببقى شايف وانا عامل نفسي مش واخد بالي. المناورات برضو المشهوره اللي هي الشخص الجيد الشخص السيء، جود كاب باد كاب، تلاقي مثلا اثنين مثلا دايما بيخشوا معاك، واحد شرير قوي واحد طيب قوي، بس في النهايه هو لا ده شرير ولا ده طيب، هما الاثنين اصلا مظبطين مع بعض قبل ما يخشوا. ليه؟ ان هو في النهايه عاوزك تثق في واحد فيهم. هو خلاص هو بيعمل الشرير عشان خاطر بيزقك ناحيه الراجل الثاني اللي هو عامل نفسه طيب، عشان تثق فيه تسمع كلامه ويوديك في الاتجاه اللي هو عايزه. جزء ثاني برضو من الجيشان جامبتش اللي هي التجزئه. طب تعالى نفصل المشكله، يقعد يجزئ لك المشكله بحيث يديك احساس بان احنا ايه، لا احنا حلينا حته مش عارف، بس انت ما حلتش حاجه، هي نفس المشكله موجوده هي. فدي بعض الامثله، وفي حاجات تانية كتير يعني، بس ده مجرد يعني مثال عشان تفهم النيجوشيشن بتمشي ازاي، وده مجرد حته صغيره خالص قوي قوي في النيجوشيشن، بس انا بحاول اوريك ده جزء من اللي بيتعمل تطبيق للحاجات، ان ازاي انا بستغل البايسز اللي عندك وبستغل فهمي للبيهيفير بتاعك ازاي في موضوع ان احنا ازاي مثلا نيجوشيشن. وده بينطبق على شغلك، سواء وانت بتنكشيت على المرتب بتاعك مثلا، وانت اي حاجه ليها علاقه بالشغل بتاعك، بتشتري مثلا موارد في التوريد مثلا، فانت بتقعد تتفق على السعر وتفاصل والكلام ده. انت لو انت شغال في السيلز بتاع الشركه بتاعتك او الماركتنج او الكلام ده. الماركتنج بالذات هغطيه اكتر في الجزء اللي هو بتاع الاخلاقيات. الماركتنج فيه يعني فيه بلاوي كتير يعني. تمام، لحد تلك النقطه هل في اي سؤال او اي اعتراض؟ طيب تمام. طيب خلينا يعني اننا بنتكلم على ازاي الناس بتقرر وازاي الناس بتفكر، يعني احنا هنا كنا اكتر في الحاجات دي كلها بنتكلم على القرار الفردي. انت كفرد يعني البايسز بتاعتك ماشي في انه اتجاه، تفكيرك ماشي في انه اتجاه، كلام من ده. طب خلينا ناخد يعني برضو مجرد نبذه صغيره قوي 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 عن ازاي القرارات لما بيكون بيبقى فيها افراد وبيتفاعلوا مع بعض، زي ما احنا قلنا ازاي ادابتيف سيستم بيشتغل، ازاي القرار ده بقى لا بتلاقي القرارات نفسها يعني ازاي بقى ممكن تتفاعل وتتشابك، وازاي الكلام ده بيتدرس والكلام ده. اشهر يعني الحاجات اللي بتستعمل كتير اللي هي الجيم ثيوري. الجيم ثيوري دي نظريه الالعاب. طبعا هي بص ليها تطبيقات كتير جدا جدا ومرعبه جدا جدا، فتاني بناكد للناس انت مش يعني اوعى اياك ثم اياك بعد الكلمتين دول تقول ايوه انا فاهم الجيم ثيري. لا، الجيم ثيري يعني موضوع كبير جدا وتفرع كتير جدا.
احنا مجرد بنلمس بس الفكره بس تفهم. فاياك ان انت تتجرأ وتقول انا فاهم الجيم ثيري، لا. طب الجيم ثيري بتقول لك ايه؟ المثال دايما اللي بيستعمل اللي هي معضله السجناء. هبقول لك والله انت عندك اتنين مساجين، اتنين اتمسكوا كانوا بيسرقوا واتمسكوا مع بعض ومحطوطين في اوضتين منفصلتين بحيث ما حدش يعرف التاني هيقول ايه او بيفكر ازاي، يعني مش هيعرفوا يربطوا مع بعض. هو اتقبض عليهم والبوليس حط ده في اوضه وحط ده في اوضه. بس فالبوليس دلوقتي عاوزهم يعترفوا، بيضحك عليهم. فاداهم ديل، قال له بص لو انت انا اسف، لو انت سلمت لي لو انت ما اعترفتش على زميلك هتتسجن اكس من السنين. وهو اعترف عليه. او خلينا نبسطها اكتر دلوقتي، لو انت عندك اربع احتمالات، ان انت تتعاون وهو يتعاون، او ان انت ما تتعاونش وهو ما يتعاونش، او واحد بس يتعاون او واحد او التاني هو اللي يتعاون. يعني ايه يتعاون؟ يعني اللي هو يعترف للبوليس. فانت عندك اربع احتمالات في الديل ده، ان انت في النهايه لو انت اعترفت عليه وهو اعترف عليك كل واحد فيكم هيتسجن 3 سنين. طيب ده الاوبشن رقم واحد. الاوبشن رقم اتنين، لو انت اعترفت عليه وهو ما اعترفش عليك انت هتطلع براءه وهو هيتسجن 5 سنين بدل 3. لو انت ما اعترفتش وهو اعترف عليك فانت هتتسجن 5 سنين. لو كلاكما ما اعترفش وفضلتوا ساكتين يروح يتسجن سنه واحده بس. طبقا للاحصائيات، يعني اسف، طبقا للمنطق والاحصاء، في النهايه البيست اوبشن للناس دي ان هو ايه؟ احسن قرار، محدش يعترف على التاني وكل واحد يتسجن سنه واحده وخلاص. ازاي وصلت للقرار ده؟ انك بتجمع مجموع عدد السنين الكلي. فمثلا في الاوبشن لو انتوا اتنين اعترفتوا على بعض المجموع السنين الكلي 6 سنين، لو واحد بس اعترف 5 سنين، واحد تاني اعترف 5 سنين، لو اتنين ما اعترفوش كل واحد 2 سنين ان توتال. فالمفروض ان ده المنطقي. بس تاني احنا اتكلمنا سلوك الانسان مش كده. جزء من سلوك الانسان انه بيعتبروه، بيقول لك دايما الانسان انسان طماع. ده مثلا ده بيعتبروه بيزك اسامبشن عندهم في الشغل بتاعهم، ان هو في النهايه لا، الانسان دايما لو يعني قدامه الاوبشن ان هو يضحي بزميله عشان خاطر هو يكسب، لا هو غالبا هو هيبيع زميله. طيب ده مثال على ازاي فدي بيسموها دي معضله السجناء، بيرسونال دايليما. يعني دايليما يعني ملهاش حل، اللي هو حد يقول انا حلتها، فلا، فالناس بتقدر تقدم لها حلول. فده جزء من الجيم ثيوري، ازاي بتفسر سلوك الناس. فجه مثلا جون ناش، ده ماثيماتيشن مشهور جدا يعني، وقال لك والله يعني في لا ممكن نوصل لتوازن، اللي بيسموه الناش اكوليبريم او التوازن بتاع ناش. فالناش اكوليبريم هو ايه؟ فبيقول لك يعني اللي بيوصلك للاكوليبريم ان كل واحد يختار بيزد على اختيار التاني. يعني انت في النهايه بتفترض ان الموضوع ده هيتكرر اكتر من مره. يعني في النهايه انت في التعاملات مع الناس انت مش تتعامل معايا مره واحده، بس انت عملت مره معايا مره واحده بس، فانت غالبا التندنسي بتاعتك ان انت تبيعني، ان انت خلاص هتبقى اللي هو السلوك الطماع. بس لما الموضوع بيتكرر اكتر من مره لا، بيبدا ساعتها الاتجاه بيختلف. انت في النهايه ان احنا بنتكرر مع بعض، بيبدا ساعتها لا انت مش هتبيعني بس مش حبا فيا، بس عشان خاطر تعظم الماكسب. فبقول لك في النهايه ان انت بتختار الاختيار اللي بيخلي العلاقه بينكم ستيبل. فانت لو بعتني النهارده انا هبيعك بكره، بعد كده انت مش هتبيعني بكره انا مش هبيعك بعده، وهكذا لحد توصل لتوازن. ما دي اللي بيسموها الانفاينايت بريزنر ديليما، او اللي هي معضله السجناء لا متناهيه، اللي هو في النهايه لو الموضوع ده اتكرر مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما لا نهايه، طب ايه البيست اوبشن بقى دلوقتي؟ يعني غالبا لو هي مره واحده الناس بتفضل دايما، لو بيجربوا الناس بتفضل دايما ان هو يبيعوا بعض، عشان هو طماع بيفكر في نفسه بس مش فارق معاه التاني، فبيختار الصفر. ولكن المشكله الاثنين دايما بيبقوا طماعين، فبيلبسوا في الاوبشن ده اللي هو كل واحد بيتسجن 3 سنين، ان هو التاني برضه بلغ عنه اعترف عليه. فدلوقتي بقول لك لا، لو هي لها متناهيه بقول لك لا، ده بيبقى داله او فانكشن. فالى اي مدى انت بتقدر وبتحترم، يعني شايف ان المستقبل ده مهم؟ لو انت شايف المستقبل مش مهم خالص فكانك رجعت للنقطه بتاعت ان هو كانها مره واحده، فهتفضل اناني زي ما انت.
انما كل ما اهميه المستقبل ليك بتزيد، كل ما انت بتبدا لا تقرر ان لا انا محتاج ان انا اضحي النهارده من اجل بكره، انا اخد مخاطره النهارده من اجل بكره. يعني هو الراجل في النهايه لما ما اعترفش على زميله هو اخد مخاطره. ليه اخد مخاطره؟ ان هو كان لو التاني اعترف عليه هو هيتسجن 5 سنين كاملين، بس لا احنا محتاجين. فهو بيقول لك انت بتضطر تثق في اللي قدامك، تاخد المخاطره دي عشان خاطر نوصل لحاجه ستيبل. فهو بيقول لك اللي هو كان الفاكتور بتاع معدل السجن الايام التانيه اظنه كان تلت 0.33، اللي هو في النهايه ان انت عشان خاطر نبدا ان احنا نثق في بعض عشان ونفضل ان احنا الاثنين، انا اللي انا اعترف عليك وانت اللي هتعترف عليا، ونطلع بالمينيمم او الخساره الاقل دايما، هي ان احنا نكون بندي قيمه للمستقبل على الاقل التلت مقارنه بالحاضر. ليها طبعا استراتيجيات كتير قوي في ازاي الناس بتفكر فيها وازاي الناس بتحسبها. فمثلا زي فدي مثلا كل واحد مثلا بيعرض طريقه لحل البريزنال دايليما دي، فكره لحلها يعني سلوك الناس ازاي. فدي مثلا فده مثلا هو مثلا دي بتاعت هارنتون. ففي النهايه لا في الاول بتدي نتائج كويسه، بعد كده الناس تبدا تبيع بعضها. فمثلا من الحاجات اللي هي مشهوره يعني او اللي هي لحد ما بتطلع نتائج كويسه اللي هي تيت فور تات، واحده بواحده العين وبالعين. فدي مثلا زي بقول لك فدي مثلا دي مثلا اللي هي جراجر. لو انا سلوكك ان انت ايه حاقد، فانا في النهايه اول ما بعتك مره انا في النهايه اللي هو ايه، انا ما بعتكش انت ما بعتنيش، انا ما بعتكش انت ما بعتنيش، انا ما بعتكش رحت انت بعتني، انا بقيت حاقد على طول بقى. وانت بعتني مره فانا هفضل ابيعك على طول على طول على طول، حتى لو انت حاولت تصلحني وما بعتنيش المرتين دول انا هفضل بيعك على طول. فده مثلا ده بيهيفير، ده تبرير، ده تفسير. لا بس مثلا لا التيت فور تات ما بتقولكش كده، التيت فور تات بتقول لك لا يعني في النهايه انت دي مثلا كلها يعني كلها ما فيش بيع. في النهايه انت ما بعتنيش انا ما بعتكش، انت ما بعتنيش انا ما بعتكش. في النهايه دي بتديك الماكسيمم ربح. لا في النهايه زي ما احنا قلنا هنا في حاله مثلا السجن انت بتدور على المينيمم عشان خاطر ده سجن حاجه سلبيه، فده كان بيديك المينيمم في سنين السجن اللي هو 2. انا هتسجن سنه واحده بس، انت تسجن سنه واحده بس، اذروايز يا اما 6 سنين سجن علي احنا الاثنين نتقسم بشكل ما، او 5 سنين 5 سنين. فده مثلا ده مثال بسيط جدا. وتاني اياك ثم اياك تدعي انت كده بقيت فاهم الجيم ثيوري، بس ده مثال بسيط جدا على فكره يعني ازاي لما نيجي ندرس سلوك البشر مش كفرد واحد لا كتفاعلات، ان في النهايه انت تتفاعل مع اللي قدامك، وازاي ناخد قرار لما يكون حاجه بتحصل كذا مره واشكال يعني كبيره مره واثنين وثلاثه. الكلام ده انت هتلاقي نفسك دخلت تدرسه غصب عنك وبدات تتعرض له. لو انت مثلا بدات مثلا في الشركه بتاعتك مثلا رقوك مثلا وودوك ناحيه الماركتنج، هتلاقي مثلا ممكن يزقك في اتجاه كورس معين، لازم تاخد الكورس ده، يبدا يكلمك مثلا على البيهيفير بتاع الناس، وممكن مثلا يلمس موضوع الجيم ثيوري معاك شويه كلام من انت. في النهايه ده في النهايه ده ان في النهايه القرار ده مش حاجه كده بتيجي بالسليقه فقط. في ناس عندها الكلام ده بالسليقه من خبرات الحياه وما شابه ذلك، بس في النهايه لا انت ممكن تتعلمه. لحد النقطه دي هل في اي سؤال؟ تمام. في حاجه في الشات؟ تمام اوكي. طيب اللي بعديها، طب تعال لو احنا جربنا يعني نطبق موضوع الجيم ثيري مثلا او فكره اللي هو القرار التفاعلي ده ما على السكيل الكبير، تعال نجربها مثلا على الاسواق. فمثلا الاسواق كذا نوع، في عندك اللي هي الاوبن ماركت اللي هو السوق المفتوح، يعني خلاص التنافس مفتوح للجميع واي حد يقدر يخش وينافس وكلام من ده. في حاجه اسمها السوق الاحتكاري، حد محتكر مونوبولي، هو خلاص الشركة الفلانية هي دي اللي محتكرة السوق ومحدش بينتج المنتج ده غيرها، سواء عشان خاطر الفساد أو سواء عشان خاطر مثلا المنتج ده محتاج تكنولوجيا معقدة جدا 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 وغالية جدا جدا، فمفيش غير الشركة دي هي اللي عندها تلك التكنولوجيا مثلا. السوق اللي هو الاحتكاري تنافسي اللي هو بيسموه أفتكر الاسم اللي هو الكومبيتيتيف مونوبولي. كومبيتيتيف مونوبولي اللي هو إيه؟ يعني هو في النهاية يعني في احتكار بس ممكن منافسين يخشوا، يعني ممكن يخشوا بس في ريستريكشنز يعني ايه مش سهله، بس لا ممكن منافس يخش. دي بعد كده اللي احنا عاوزين نتكلم عليها بقى المثال اللي هو احتكار القله. احتكار القله اللي هو بيسموه
اوليجوبلي. اوليجوبلي اللي هي دي بقى المثال اللي احنا عايزين نتكلم عليه، مثلا حاجه مثلا زي ابل وسامسونج. في النهايه لو حد فينا قرر يفتح شركه موبايلات بكره مش هيعرف ان هي، لا الحاجات دي اللي هي قله محتكرينها. يعني ايه القله دول؟ ان محدش عنده التكنولوجي بتاعت لا ابل ولا سامسونج، محدش عنده القدرات الماديه بتاعت ابل ولا سامسونج، ولو حتى دخلت حاولت تخش في السوق هيسحقوك ان هم عندهم فوائد ماليه كبيره، يعرف يقلل السعر ويحرق السعر بتاعه سنه واثنين وثلاثه لحد ما انت تتحرق وما تعرفش تخش تنافسه. فدي بس في النهايه، فانت في النهايه مش هتخش تعرف تخش يعني بينهم. بس هم في النهايه بقى هم بيتعاملوا مع بعض ازاي؟ يعني احتكار القله دول، القله دول بينافسوا بعض ازاي؟ فدي اللي هي بيسموها منافسه غير سعريه. بيبدا المنافسه نفسها موجوده بس مش بالاسعار، لا بتبقى بشكل تاني مختلف. بتلاقيه مثلا خلاص هما الاثنين متفقين ان الموبايل بينزل بالرينج السعر الفلاني، هما متفقين ان هما ما ينفعش ان احنا نحرق السعر اكتر من كده. هو يقدر ينزل ارخص، اه يعني المفروض ابل اظن يعني بتكسب فوق ال 100% في ثمن الموبايل بتاعها. طب هو ليه ما قالش السعر عشان في السامسونج؟ هي لا، هما في النهايه اتفقوا، احنا في النهايه يعني دي قواعد الصراع ما بيننا، ان احنا في النهايه مش هنلعب في السعر. طب هننافس في ايه يا جماعه؟ حتى بنفس الاساس في التكنولوجي مش بينطلقوا قوي، لا في النهايه احنا بنطلع التكنولوجي بشكل معين في النهايه بحيث انت تحافظ على حصتك في السوق وانا احافظ على حصتي في السوق. في النهايه الكلام ده جه منين؟ الكلام ده مرتبط بالجيم ثيري، او يعني ممكن يفسر بالجيم ثيري اللي هو في النهايه ازاي هو في النهايه وصل لمرحله التوازن، ان انا اخسر حبه صغيرين وانت تخسر حبه صغيرين بس الدنيا تمشي. ان احنا لو بدانا نذبح في بعض، بدات راحت مثلا سامسونج منزله سعر الموبايل بنص، ابدا انا اخسر كتير وانت هتروح انت راضي عليا بان انت تنزل السعر اكتر وانت هتخسر اكتر. فلا احنا في النهايه احنا الاثنين محتكرين، واحنا الاثنين متفقين على تقسيمه التورته ازاي ما بيننا، ومكملين في هذا الموضوع. طيب لو جينا بقى نلخص الكلام ده كله احنا عملناه واللي احنا قلناه، الكلام ده ازاي بينطبق على الكارير بتاعك والراتب؟ زي ما احنا قلنا الحاجات بتاعت بالذات في النيجوشيشن جامبتس مثلا، فاه يعني فانت في النهايه ممكن هتلاقيها بتتلعب معاك في حته ال، انا اسف السلايدز، هتلاقيها بتتلعب معاك في حته المرتب مثلا. لما تيجي مثلا تتفاوض يعني، او دي اول خطوه في كاريرك خالص هتلاقيها بتحصل معاك، ان هو ازاي الراجل اللي قدامك بيتفق معاك على المرتب، وان هو ازاي ممكن يعني يقرص عليك ويحسسك انت خارج مضحوك عليك مش عارف تتعامل معاه، والكلام ده في الكارير بتاعك بعد كده ازاي فهمك لسلوك الافراد وتفاعل السلوك الافراد مع بعضه، ازاي ان هو في النهايه هتستعمله في الكارير بتاعك وانت مثلا بتتعامل مع ناس بشكل متواصل، وازاي تقدر الكلام ده بعد كده لو بيخش بقى في الجزء زي بتاع بناء الثقه ومش عارف ايه والكلام ده. فافتكر برضو حاجه قلنا قبل كده مثلا، قلنا بقول لك اعرف قيمتك، اظن المحاضره اللي فاتت اتكلمنا فيها ازاي تعرف قيمتك، وان ازاي الكلام ده هياثر مثلا في موضوع انت توقعاتك للسالري بتاعك ايه، وازاي بعد كده هو هيبدا يلعب معاك عشان خاطر يقلله بالنيجوشن جامبتس والكلام ده. افتكر برضو احنا اتكلمنا فيه مثلا على السياسه في اماكن العمل، ازاي الكلام ده بيأثر، ودلوقتي دلوقتي المفروض يعني بقى عندك مدخل انك تفهم اكتر الناس ازاي بتفكر وازاي الناس بتبرسيف الكلام والقرارات وما شابه ذلك. وافتكر تاني اهم حاجه، دي نبذه صغيره قوي قوي يعني عن الموضوع، مجرد ان انا بحاول يعني اقول لك خلي بالك في عالم اخر انت مش واخد بالك منه، بس لو خدت بالك منه ده اللي هيخليك تعرف تعمل اللي انت بتعمله دلوقتي بشكل يعني بالفطره كامل، بقى تعرف تعمله بشكل علمي وتتطور فيه وتتفوق فيه. بس فنفهم ان عمليه القرار دي بتتطلب حاجات كتير قوي، تفهم حاجات كتير قوي وتفهم الداينامكس ماشيه ازاي، وتفهم ان لازم تاني تفتكر ان انت عندك تحيزات وانت غالبا واقع فيها لا شك، عشان هي غير اراديه، مش خاطر انت شخص متحيز وشرير، لا هي عشان خاطر دي حاجات لا اراديه ممكن تنتج منك. لازم تفهم ان السلوك البشري واللي هو جزء منه اتخاذ القرار معقد جدا، ولازم بيحتاج دراسه وفهم وتاني عشان تقدر توصل لحاجه، يعني مش شرط حتى انك تقدر توصل انت تفهم البشر شغالين ازاي، بس توصل لموديل بيطلع نتائج مقبوله في التنبؤ بسلوك الناس. وتاني جزء ان انت عشان تعرف تتغلب على التحيزات والكلام ده، جزء منه انك تعرف تفكر صح، ده اللي ان شاء الله هنتكلم فيه المره الجايه، اللي هي يعني مدخل يعني لحد ما من ناحيه علم النفس والكلام ده، الموضوع اللي هو الكريتيكال ثينكينج او التفكير النقدي، ازاي انا افكر صح عشان ابدا اتغلب على جزء من التحيزات لما اجي انا اخد قرار. وتاني ده مجرد ان انا لمس طفيف للموضوع، الموضوع يعني فيه حاجات كتير اكتر من كده.
بس يعني، ودايما بنحب يعني نختم بحاجه تفكر الناس بالكلام كله. فالفرس او الايرانيين عندهم مثل لطيف بيقول لك على مذبح القرار ينام الناس نوما عميقا، يعني الحاجه اللي بتذبحك متبقاش دايما انت تبقى نايم مش واخد بالك منها، اللي هو الديسيشن او القرار ده بيبقى يعني الامباكت بتاعه بيبقى قوي جدا وكبير جدا، بس للاسف يعني الناس مش واخده بالها منه. فيعني ركز في الموضوع ده. الى تلك النقطه كده نكون خلصنا، ولو حد عنده سؤال او اقتراح او اي حاجه يتفضل. يعني مش محتاج ترفع، مش محتاج تعمل ريز هاند، افتح المايك على طول وقول السؤال بتاعك. طيب تمام، نفترض كده ان يعني الحمد لله الامور واضحه، يعني لو ده السيناريو المتفائل الأمور واضحة والدنيا كويسة فما فيش أسئلة. فخلاص لو كده إن شاء الله يعني نتقابل الأسبوع الجاي بإذن الله في الموضوع اللي هو بتاع الـ critical thinking. وبالتوفيق للجميع. وباشمهندس أسامة، هل في أي حاجة عاوز تقولها قبل ما نقفل؟ لا شكرا هندسة. طيب تمام. أوكي، السلام عليكم. عليكم السلام.